A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Taqullaha yaj'al lakum furqana Taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا
Wa iz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقال لا غالب لكم اليوم من الناس
وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ والله شديد العقاب صدق الله.